موجز الأنباء، السلام عليكم. أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن إيران والمقاومة سيكون لهما رد خاص على الاعتداء الإسرائيلي في القنيطرة السورية. وقال سلامي لبرنامج من طهران الذي يبث على قناة العالم غدا إن إيران ستقوم بعمل خاص للرد على عدوان القنيطرة وستوجد توازنا جديدا للقوى. وأشار العميد سلامي لأن إيران انتقمت من الكيان الإسرائيلي لاغتياله علماءها النوويين خلال الفترة الماضية وهو يعلم ذلك. قرر مساعدو وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الاجتماع في اسطنبول التركية يوم 29 من الشهر الجاري لاستكمال المفاوضات، وتهدف المباحثات للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي. وأنهى الفريق الإيراني المفاوض مساء اليوم جولة من المفاوضات المكثفة مع الفريق الإماري الأمريكي في زيورخ. وأحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن فرض حظر أمريكي جديد على بلاده سيقوض فرص التوصل إلى اتفاق. لقيت الناشطة المصرية شيماء الصباغ مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري مصدره قوات الأمن التي كانت تهاجم مسيرة لعدد من الأحزاب السياسية بميدان طلعت حرب بالقاهرة بمناسبة ذكرى ثورة 25 من يناير. وذكر ناشطون أن عددا كبيرا من المتظاهرين أصيبوا خلال قمع التظاهرة، وأشاروا إلى إصابة طلعت فهمي الأمين العام لحزب التحالف الاشتراكي حيث تعرض للإغماء عقب إصابته. وفيما يستعد المصريون لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء الاحتفالات، وذلك حدادا على وفاة الملك السعودي. أعلنت الأمم المتحدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم نحو 600 مسكن وبناء للفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقية القدس العام الماضي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن نحو 1177 شخصا باتوا في عداد النازحين جراء تدمير منازلهم العام الماضي، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار المكتب إلى أنه أحصى بين 20 و23 من الشهر الحالي هدم قوات الاحتلال منازل تعود ل77 فلسطينيا. أعلن رئيس كتلة بدر النيابية العراقية قاسم الأعرجي تحرير منطقة منصورية الجبل في ديالى بالكامل، مؤكدا أن المحافظة أصبحت خالية من داعش. وأوضح الأعرجي أن القوات الأمنية تقوم بتفتيش المنطقة وطرقها تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم. وكان مسؤول أمني في ديالى قد أكد مقتل 30 مسلحا من داعش خلال العمليات أمس واليوم. وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق قتل 20 عنصرا مسلحا في كمين استهدف رتلا لهم غربي المدينة. تتواصل المشاورات السياسية بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، فيما أصدرت السفارة الأمريكية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الأوضاع في هذا البلد. في هذه الأثناء أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر مواصلة جهوده بهدف ما أسماه إعادة العملية السياسية في اليمن إلى المسار الصحيح. وأعلن بن عمر أنه منذ وصوله إلى صنعاء الخميس الماضي التقى الرئيس المستقيل هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي. تعكف اللجنة العليا للانتخاب. السلام عليكم ورحمة الله. ظريف من أن فرض حظر أمريكي جديد على بلاده سيقوض فرص التوصل إلى اتفاق. لقيت الناشطة المصرية شيماء الصباغ مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري مصدره قوات الأمن التي كانت تهاجم مسيرة لعدد من الأحزاب السياسية بميدان طلعت حرب بالقاهرة بمناسبة ذكرى ثورة 25 من يناير. وذكر ناشطون أن عددا كبيرا من المتظاهرين أصيبوا خلال قمع التظاهرة، وأشاروا إلى إصابة طلعت فهمي الأمين العام لحزب التحالف الاشتراكي حيث تعرض للإغماء عقب إصابته. وفيما يستعد المصريون لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء الاحتفالات، وذلك حدادا على وفاة الملك السعودي.
أعلنت الأمم المتحدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم نحو 600 مسكن وبناء للفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقية القدس العام الماضي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن نحو 1177 شخصا باتوا في عداد النازحين جراء تدمير منازلهم العام الماضي، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار المكتب إلى أنه أحصى بين 20 و23 من الشهر الحالي هدم قوات الاحتلال منازل تعود ل77 فلسطينيا. هو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار المكتب إلى أنه أحصى بين 20 و23 من الشهر الحالي هدم قوات الاحتلال منازل تعود ل77 فلسطينيا. أعلن رئيس كتلة بدر النيابية العراقية قاسم الأعرجي تحرير منطقة منصورية الجبل في ديالى بالكامل، مؤكدا أن المحافظة أصبحت خالية من داعش. وأوضح الأعرجي أن القوات الأمنية تقوم بتفتيش المنطقة وطرقها تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم. وكان مسؤول أمني في ديالى قد أكد مقتل 30 مسلحا من داعش خلال العمليات أمس واليوم. وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق قتل 20 عنصرا مسلحا في كمين استهدف رتلا لهم غربي المدينة. تتواصل المشاورات السياسية بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، فيما أصدرت السفارة الأمريكية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الأوضاع في هذا البلد. في هذه الأثناء أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر مواصلة جهود بهدف ما أسماه إعادة العملية السياسية في اليمن إلى المسار الصحيح. وأعلن بن عمر أنه منذ وصوله إلى صنعاء الخميس الماضي التقى الرئيس المستقيل هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي.